c'est Noix des Beaux. أيها السادة اسمحوني في البداية أن أرحب بكم في هذا الوضع الرياضي الخاص بنادي الأف سي نواديب لكرة الحديدين، متمنيا لكم رمضان مباركا وصوم مقبولا. أيها الحضور الكريم، يشرفنا ويسعدنا حضوركم لاختتام هذه البطولة الرمضانية للكرة الحديدية المنظمة من طرف نادي أف سي نواديب لكرة الحديدين بمشاركة لاعبين كبار في مجال هذه الرياضة، مثلوا الولاية في المنتخب الوطني وساهموا أيضا في ترقية وتطوير الكرة الحديدية في الولاية. لقد عرفت هذه البطولة الرمضانية المنظمة تحت شعار الرياضة أخلاق وسلوك تنافسا قويا طبعته الروح الرياضية العالية وسلوكا رفيعا جسد في وعي المشاركين بأهمية اللعبة والحرص على ترقيتها وتطويرها بوصفها الرياضة الجامعة بين الشباب وكبار السن وحتى الأطفال الذين سيجدون العناية والتكوين بنادي أف سي نواديب للكرة الحديدية ليكونوا في القلب نواة للمنتخبات الوطنية. ومن هذا المنطلق نرفع تشكراتنا وعلبائنا بالجميل لرئيس نادي أف سي نواديب لكرة القدم السيد عزيز بقربان والرئيس الشرفي لنادي اف سي نواديب الكرة الحديدية السيد ابراهيم وليحيى والرئيس المؤسس السيد السالك المبارك ولجميع اعضاء المكتب التنفيذي ولجانه على ما بذلوه من دعم وجهد للنادي وحرصهم على ترقية وتطوير نادي اف سي نواديب الكرة الحديدية. وفي الاخير نشكركم جميعا لحضور اختتام هذه الدورة وعلى بركة الله. والله
اليوم. إذا سعاد مديرية الشرطة سليمها رئيس سابق. ذلك هذا التقدير الموالي. دائما اوكي مردان بخاري شهادة تقديرية لصالحي شهادة تقديرية للجنة العلاقات الخارجية في نادي ثالث تمام يتسلمها هذا الكل المبارك. إذن شهادة تقديرية لقدامى قدماء لاعبي رياضة أحمد سالم الكوري المرتبة الثامنة ستة معظم سابعة ويتين بلاس المرتبة الثامنة بسم الله الرحمن الرحيم. المتكلم سويلم السويلم احد رواد هاي الرياضه اللي قالها الكره الحديديه فمن فريق اف سي نوادي بول الكره الحديديه. نحن ركاتيا كنا في الاجواء المباراه الرمضانيه هذه الاجواء الحافله بياسر من النزاهه والرياضه اللي تتمتع به هذه الرياضه الكره الحديديه. بالمناسبه اولا نختار نوجه تحيه وتقدير للقائمين على اف سي نوادي بو كفريق الكره الحديديه ونشكر القائمين على اف سي بصفه عامه على هذه اللفته اللي تعد الاولى من نوعها على هذا النوع من الرياضه اللي ينقال له الكره الحديديه. نعرف عن الكره الحديديه فتاريخها لانها كانت الفرق في نوادي بو كانوا من اشبه الفرق على المستوى الوطني. يقال هذه اللفته اللي عدى اف سي نوادي بو نختار نشكروا عليها لانها هي الاولى من نوعها واللي ان دلت على شيء فانما تدل على مجيئهم لهذه الرياضه الريك هو للرفع من مستوى هذه الرياضه على مستوى المدينه وعلى المستوى الوطني كما كان مجيئهم لكره القدم. نختار نقول عن هذه الرياضه ملي لانها رياضه تجمع جميع الفئات العمريه وهذه خاصة هاي الناس اللي ما تقدر تجري تابعة الكورة ولا تقدر تلعب باسكت ولا تقدر تلعب تنس هاو من بعض الرياضيات الشهيرات وفوتبول صال اللي موجودات هون في المدينة. وهاي الرياضة نطلب الناس كاملة لأنها تشجعها ويالتهم اللي تستثمر فيها لأن الاستثمار في الرياضة يعد استثمار وطني في القوى الحية الشبابية والكرة الأرضية جامعة جميع الفئات العمرية معناها عنه استثمار جامعة جميع الفئات والشرائح والفئات المجتمع الموريتاني. ونشكرهم مرة ثانية ونشكر القائمين على الفريق من نفسه اللي هو اف سي نوادي بول للكرة الحديدية على اللي قدموا من الجهود
وقدموا من تضحيات من اجل انجاح هذا الفريق والعمل على انه يعود في الصفوف الاماميه لتمثيل موريتانيا في المستقبل سواء على المستوى القاري او المستوى العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، متكلم الساكن مبارك رئيس المؤسس لنادي اف سين وادي بوبيتانك، وشاكر عزيز بقربال، وشاكر عباس بقربال، شاكر اف سي اللفته اللي عدت على رياضه بيتانك اللي كانت فاصله فيها شوي. وبيتانك هذه على كل حال كما تعرف الناس عنها لعبه، ينقالها انها لعبه نبيله، وقط في موريتان عدت ياس من الانجازات وكانت متقنبره ما معلوم بها، وهي على كل حال عنها رياضه لا نقدر نقول احنا كيف العود كيف العلندا ما توقف حدها، لابد لها من لفته شوي خاصه سبونسور. وعلى كل حال هذو اللاعبين اللي معدين البطوله كانوا في مدينه نواديبو وقط عدلوا ياس، جابوا ياس من الالقاب ومتفخرين وزين عندهم ومهنئهم ومفخمهم اللقب اللي قبضوا اللي هي افسين وادي بيتسان. ونشكر على كل حال مره ثانيه افسين وادي بو على حضنها لجميع الرياضات اللي منها كره القدم وباسكي وفولي والانشطه الرياضيه والثقافيه، وعلى رعايتها للرياضه في المدينه خاصه لانها الحمد لله هي معروفه دوليا ومعروفه وطنيا. وجزاكم الله، شاكر الفريق اللي معايا وشاكر اعضاء النادي وشاكركم انتم للحضور. على كل حال مرحبا بكم وسهلا.